بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيد الأكرمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أسعد بكم بإذن الله تعالى في محاضرة جديدة، وهذه المحاضرة هي بعنوان الثقافة وأثرها في مجال تعليم اللغة العربية الناطقين بغيرها، ودرس للثقافة العربية، ولكن هو درس يؤكد على مهارة الاستماع. معلم اللغة العربية الناطقين بغيرها هو أحد الرسل للغة ولثقافة بلاده وثقافة هذه اللغة، وبالتالي هو يمثل أهمية كبيرة جدا في تفهمه لثقافة اللغة وثقافة بلاده أيضا، ويعبر عن هذه الثقافة من خلال مظهره الخارجي، أو من خلال الزي طبعا الذي يرتديه، أو من خلال الأخلاقيات التي يتبعها مع الطلاب، وأيضا من خلال المواقف والقصص التي يحكيها عن بلاده وعن ثقافته التي تعلمها من خلال الشخصيات العربية أو المناسبات التي تقام في هذه البلاد. فالثقافة العربية أمر ضروري جدا لمعلم اللغة العربية أن يضمن في حديثه مع طلابه بعض الأمثال العربية، بعض المواقف، أن يحكي عن المناسبات، عن مثلا مظاهر العيد، مظاهر رمضان، هذه ثقافة عربية، الأزياء العربية التي يرتديها الرجال والأزياء العربية التي ترتديها النساء، كل هذه الأمور تدخل من ضمن الثقافة العربية. أيضا الشخصيات التاريخية العربية والشعراء العرب، وأيضا الشخصيات التي اشتهر بها العرب، يعني علاء الدين أو جحا أو سندباد، هذه الشخصيات هي شخصيات اشتهر بها العرب عند الغرب مثلا، فمن الممكن أن نركز عليها كجانب من جوانب الثقافة العربية حتى نقرب الطلاب الناطقين بغير العربية إلى ثقافتنا. ففي الحقيقة درسنا اليوم الذي عرضته المعلمة، وهي عرضته بامتياز وبمهارة كبيرة أشكرها عليها، هي اختارت درس مظاهر رمضان في مصر. ونحن نعلم أن مصر يعني تمتاز أو تختلف عن بقية البلدان العربية الشقيقة بأجواء رمضانية شديدة الخصوصية، يعني الطالب الأعجمي أو الأجنبي إذا أتى إلى مصر في شهر رمضان سيشاهد بعض الأجواء الرمضانية يعني قل أن يشاهدها في بلدان عربية أخرى. قبل الإفطار نجد باعة الفول، أيضا وأيضا قبل السحور، قبل الإفطار يجتمع الكثير من الصائمين في المقاهي وفي الشوارع لتناول الإفطار الجماعي. الزينة المعلقة في كل شوارع مصر وحواريها، والأزقة، الفانوس والرسومات والأشكال التي تتبارى فيها الشوارع، وأيضا يعني كل الشخصيات الموجودة في شهر رمضان تحاول أن تظهر بهجة شهر رمضان من خلال شكل الفانوس والتصميم الذي يصممونه، وأن يكون مختلفا عن الشارع الذي يجاوره. أيضا هناك باعة يعني
يظهرون بشكل كبير في شهر رمضان، المخللات، المأكولات الرمضانية الشهيرة، الكنافة والقطائف، الشوادر المقامة أمام المساجد أيضا لموائد الرحمن وغيرها من المظاهر المشهورة بها مصر الحقيقة في شهر رمضان. هذه الأجواء لابد أن نصورها ونظهرها للدارس الأجنبي لكي يقرب من الثقافة العربية والثقافة الإسلامية ويتعرف عليها ويتعرف على بعض المفردات التي نستخدمها في شهر رمضان، صوما مقبولا وإفطارا شهيا. هذه عبارات أيضا من الممكن أن ندرسه هذه العبارات. أيضا الفوارق أو المقارنات ما بين شهر رمضان كمناسبة دينية إسلامية عربية والمناسبات التي تقام في بلدانهم الغربية كالكريسماس وغيرها. يعني إذا عقد الطالب مقارنة ما بين المناسبتين وأن يظهر هنا الأجواء الشرقية العربية الإسلامية وأيضا يعبر عن الاختلاف بينها وبين الثقافة الغربية، أيضا هذا من الممكن أن نستغله ولكن في المستويات المتقدمة. درسنا اليوم يعني يهتم بالمستوى المتوسط، والمعلمة قد اختارت هذا الدرس من موقع أصوات عربية حتى تدرس الثقافة العربية رمضان في مصر، وأيضا تدربهم على مهارة الاستماع. دعونا نرى هذا الدرس ونشاهده عن قرب. السلام عليكم، كيف حالكم اليوم؟ أهلا أهلا بكم في محاضرة جديدة لنا ساري أحمد ضحى. محاضرة اليوم عن مهارة الاستماع. سوف نقوم بعرض محاضرة عن رمضان في مصر. سوف نقوم بالاستماع إليها والإجابة على بعض الأسئلة لتنمية مهارة الاستماع. هيا بنا. نواتج التعلم. يتعرف الطالب على مظاهر شهر رمضان. يتعرف الطالب على المفردات المرتبطة بشهر رمضان وتنمية مهارة الاستماع لدى الطالب. أسئلة ما قبل الاستماع. سوف نطرح بعض الأسئلة التي سوف نجد إجابتها في المحاضرة التي سوف نستمع إليها، وبعد انتهاء من الاستماع بتركيز سوف نقوم بالإجابة على هذه الأسئلة سويا. ما هي مظاهر الاحتفال في رمضان؟ ما هي الأكلات الخاصة بشهر رمضان؟ ما هي الاختلافات في الحياة اليومية في شهر رمضان؟ وما هي المناسبات العامة التي تشبه شهر رمضان لديكم؟ هيا بنا نستمع. بعد أن استمعنا إلى المحاضرة السابقة، هيا بنا نقوم بالإجابة على الأسئلة التي طرحناها من خلال ما سمعناه. ما هي أشهر مظاهر الاحتفال في رمضان؟ نعم،
الزينة والفوانيس. الزينة والفوانيس من أشهر مظاهر التي تدل على رمضان، والتي نراها في كل الأحياء المصرية للاحتفال بشهر رمضان. ما هي الأكلات الخاصة بشهر رمضان؟ أنتم الكنافة والقطايف والقمر الدين. ما هي الاختلافات في الحياة اليومية في شهر رمضان كما استمعنا؟ تغير في ساعات العمل والدراسة، فتقل عدد ساعات العمل بسبب الصيام، وتزيد زيارة الأهل والأصدقاء وتناول أطعمة معهم. ما هي المناسبات العامة التي تصبح شهر رمضان لديكم؟ الكريسماس مشابه إلى شهر رمضان. الكريسماس مشابه إلى شهر رمضان. طب ما هي أول شبه بين الكريسماس وشهر رمضان؟ أحسنتم. بعض الأكلات الخاصة مثل تناول التركي في الكريسماس أو تناول القطايف والكنافة في شهر رمضان، وأيضا الزينة والأضواء بالشوارع في الكريسماس أو في شهر رمضان. ترى الأضواء والزينة في جميع الأحياء للاحتفال بهذه المناسبة. الاستماع الثاني، هيا بنا نقوم بالاستماع إلى المحاضرة مرة أخرى، ونقوم على إجابة على بعض الأسئلة التي سوف نطرحها عليكم. سوف نقوم بالإجابة على أسئلة بشكل محدد أكثر، مثل ما هو البرامج التلفزيونية الأشهر في رمضان؟ ما هي البرامج التلفزيونية الأشهر في رمضان؟ من هو المسؤول عن الإعلان عن شهر رمضان؟ من هو المسؤول عن إعلان عن شهر رمضان؟ ما هي أسماء الوجبات التي يتناولها المصريين في رمضان؟ ما هي أسماء الوجبات التي يتناولها المصريين في رمضان؟ اذكر أشهر الأشياء التي ذكرها المحاضر عن شهر رمضان. اذكر أشهر الأشياء التي ذكرها المحاضر عن شهر رمضان، وما هي أشهر الأماكن التي يزورها المصريين في شهر رمضان؟ هيا بنا لنستمع مرة أخرى للإجابة على هذه الأسئلة. هيا بنا بعد أن استمعنا لنجيب على الأسئلة التي طرحناها من قبل. ما هي برامج التلفزيون الأشهر في رمضان؟ من هو المسؤول عن الإعلان عن شهر رمضان؟ ما هي أسماء الوجبات التي يتناولها المصريين في رمضان؟ ما هي برامج التلفزيون الأشهر في رمضان؟ الفوازير. من هو المسؤول عن الإعلان عن شهر رمضان؟ المفتي. المفتي هو الشخص المسؤول عن الإعلان عن بدء شهر رمضان. ما هي أسماء الوجبات التي يتناولها المصريين في شهر رمضان؟ الإفطار، ويكون وقت المغرب، والسحور، ويكون وقت الفجر. ما هي أشهر الأماكن التي يزورها المصريين في شهر رمضان؟ أذكر أشهر الأشياء التي ذكرها المحاضر عن شهر رمضان. أشهر الأماكن التي يزورها المصريين في شهر رمضان الأزهر الشريف والحسين. والأزهر الشريف ومسجد الحسين من أشهر المعالم الإسلامية في مصر، وتتسم بطابع خاص أثناء شهر رمضان. أذكر أشهر الأشياء التي ذكرها المحاضر عن شهر رمضان. الأكلات مثل القطايف والكنافة
البرامج التلفزيونية وقسرتها في رمضان وتنوعها بين الفوازير والبرامج الدينية والبرامج المتنوعة، الصيام ومواقيت الإفطار والسحور، مظاهر الاحتفال في الشارع من زينة وفوانيس وأنوار، اختلاف مواعيد العمل والدراسة اللي تتناسب مع الشهر، كثرة زيادة الأهالي والأصدقاء للإفطار معهم أو السحور، وهكذا نقود كان تعرفنا على مظاهر الاحتفال بشهر رمضان فينا. وشهر رمضان من المناسبات الخاصة جدا لمصر وفي البلاد العربية. أرجو أن تكونوا استمتعتم بالمحاضرة اليوم وتعرفتم على أشياء جديدة. حقيقة يعني كما شاهدنا درس رائع ونموذجي قدمته المعلمة بشكل احترافي، واستطاعت أن تحدد جوانب أساسية للثقافة العربية في شهر رمضان. من ضمن هذه الجوانب المأكولات في شهر رمضان، و أيضاً المظاهر التي مظاهر الاحتفالية التي يقدمها الناس في مصر في شهر رمضان، وهي قدمت الدرس وركزت على مهارة الاستماع. وإذا تحدثنا عن مهارة الاستماع، مهارة الاستماع كما شاهدنا هي قسمتها إلى خطوات إجرائية: ما قبل الاستماع، الأسئلة التحفيزية أو الأسئلة التهيئة التي تجرى لما قبل الاستماع، ثم بعد ذلك أسئلة لما بعد الاستماع الأول، طبعا الاستماع الأول، وأسئلة لما بعد الاستماع الأول والاستماع الثاني، وأسئلة تخص الاستماع الثاني والاستماع المركز أو المكثف، وأسئلة تركز على بعض المهام لهذه الجزئية الخاصة بالاستماع المركز، لأن الاستماع المركز هو تحديد جزئية محددة يعني من المقطع، يعني وليكن مثلا دقيقة من 5 دقائق. أيضا في النهاية وضعت بعض المهام لدرس الاستماع الذي انتقدته من موقع أصواتنا العربي. يعني حتى نحلل هذا الدرس، هي دعونا نشاهد أولا الخطوات التي الدرس طبعا بتقديم نفسها وبتحديد العنوان رمضان في مصر، وحددت نواتج للتعلم. هذه النواتج أن يتعرف الطالب على مظاهر شهر رمضان، وأن يتعرف الطالب على المفردات المرتبطة بشهر رمضان، وأيضا تنمية مهارة الاستماع لدى الطالب. ثم بعد ذلك حددت أسئلة ما قبل الاستماع، وكما نلحظ هنا أن المستوى الذي قدمت له هذا الدرس هو المستوى المتوسط، يعني ما مظاهر الاحتفال. طبعا يعني يفضل ألا نقول ما هي، نقول ما مظاهر الاحتفال في رمضان، ما الأكلات الخاصة بشهر رمضان، ما الاختلافات في الحياة اليومية في شهر رمضان، ما المناسبات العامة التي تشهد شهر رمضان بما لديكم من ثقافة. ثم عرضت بعد ذلك مقطع من الفيديو، وهذا الفيديو هو محاضرة للدكتور محمود إبراهيم. ثم بعد ذلك انتقلت إلى الإجابات. يعني طبعا المعلم الذي يجيد تدريس الاستماع
لا يوجه أسئلة مباشرة إلى الطلاب، وخصوصا بعد الاستماع الأول، فقط هو يأخذ الخطوط أو الخطوط العريضة للموضوع، يعني ما أشهر مظاهر الاحتفال في رمضان: الزينة والفانوس وغيرها من المظاهر، وما الأكلات: الكنافة والقطايف وقمر الدين، ما الاختلافات؟ طبعا هنا يحدد الطلاب الاختلافات بين مظاهر الاحتفال في شهر رمضان، أيضا مظاهر الاحتفال في مصر في شهر رمضان. من ضمن المظاهر التي اختارتها هو تغير أوقات العمل والدراسة، فتقل عدد ساعات العمل بسبب الصيام. وطبعا إذا تحدثنا عن رمضان لابد أن نتحدث مع الطلاب عن الصيام وأهميته بالنسبة للمسلمين، وأهميته أيضا بالنسبة للمجتمع الإسلامي، لأن شهر رمضان يمثل طقوسا روحانية، يعني يوجد الصيام وصلاة القيام يعني الالتزام بالجانب الخاص بالزكاة وغيرها، استعدادات مهمة لكل مسلم. أيضا انتقلت المعلمة إلى ما أريده دائما، أن تحدد ما الذي يشبه الثقافة العربية، وما الذي يعني بالثقافة الغربية، وما أوجه الاختلاف، يعني ما أوجه التشابه وأوجه الاختلاف. فهي قارنت بين شهر رمضان في مصر وبين مظاهر الاحتفال بالكريسماس في الغرب، ويعني بينت أن هناك أوجه للتشابه هي الزينة والأضواء وارتباط أيضا المناسبة بالمأكولات التي تخص هذه المناسبة. هذا الأمر ضروري، ولا بد أن نتيح الفرصة للطلاب في التعبير هنا، يعني أن نستغل الاستماع في تدريبهم على الممارسة اللغوية في التحدث، أيضا أن يعبر ما الـ 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 كيف يحتفلون بالكريسماس مثلا في بلدانكم، وما التشابه بين الكريسماس وشهر رمضان في مصر. هذا سيتيح فرصة أكبر للطلاب للتعريف ببعض الأمور المهمة. ثم انتقلت إلى الاستماع الثاني، أن يستمع الطلاب إلى المحاضرة مرة ثانية، ووجهت أسئلة عامة للطلاب بشكل عام، ولم توجه أسئلة بشكل مباشر لكل طالب، وهذا أمر لابد أن يعني نحتاط منه كثيرا، ألا نوجه الأسئلة بشكل مباشر إلى طالب، لأن هذا يجعل الطالب يرتبك ويخطئ ويخرجنا من سياق فائدة الاستماع. الاستماع هو أن يعني لا ليس شرطا أن يفهم كل الكلمات، وإنما أن يخمن الكلمات من خلال السياق، من خلال نظرية الصقالات، أن يبني من كلمة عرفها كلمة أخرى خمنها من السياق. فبدأت بالجزء الثاني، وهو برامج التلفزيون في شهر رمضان، المسؤول عن الإعلام في هذا الشهر، الوجبات اللي بيتناولها المصريون، هنا يتناولها المصريون في رمضان. لابد أن يعني نركز جيدا ونحن نكتب للطلاب الناطقين بغير العربية، فهنا كلمة المصريون، يتناولها المصريون. إذا هذه أيضا أحد السلبيات التي لابد أن نركز عليها، أن نتناول الموضوع كتابة بشكل سليم. أذكر أشهر الأشياء التي ذكرها المحاضر في شهر رمضان، وما أشهر الأماكن التي يزورها. هنا يبدأ طبعا الطلاب، يفضل أن نقسم الطلاب إلى مجموعات لكي تجيب كل مجموعة فيما بينها بالإجابات التي يأخذها المعلم يكتبها،
ولا يحاول أن يحدد موقفه، هل هذه إجابات صحيحة أم خاطئة، إنما يجعل الطلاب يخمنون الإجابات الصحيحة من خلال آرائهم وأفكارهم. فمن المسؤول عن الإعلان في شهر رمضان، عن الإعلان عن شهر رمضان؟ طبعا هو المفتي. وما الأسماء الوجبات السحور والإفطار؟ ثم بعد ذلك أشهر الأشياء التي ذكرت، برامج الشهيرة كالفوازير والاحتفالات الدينية والأماكن التي يزورها المصريون في شهر رمضان، الأزهر الشريف والحسين وغير ذلك. إذا يعني تناول الدرس كان موفقا بالنسبة للمعلمة، عرضها للدرس أيضا موفقا، إن لم يكن هناك يعني بالنسبة للصوت، لابد أن يكون الصوت الأداء الصوتي هنا معبرا عن كل كلمة وأيضا واضح للطلاب، ولا بد أن يكون الأمر من خلال التعلم النشط، يعني أن يكون هناك مجموعة من التدريبات. لم نلحظ في الدرس أنشطة تدريبية على كل فقرة، لابد أن يكون هناك أنشطة تدريبية تساعد الطلاب وتساهم في أن يكون الدرس يعني شيقا وثريا بهذه الأنشطة. أشكركم شكرا جزيلا، وأرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقة، وإلى لقاء في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله.